يا صباح الخير اعزائي المشاهدين، النهارده جاي اكلمكم عن الجزء الثاني من تمارين المناسبه لالام اسفل الظهر. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن توضيح الام اسفل الظهر والتمارين المهمه جدا. هنشوف مع بعض النهارده تمارين مهمه جدا وقويه جدا ومناسبه جدا لالام اسفل الظهر بعد مراجعه الطبيب واخصائي التاهيل البدني الحر. اول تمرين معانا النهارده، والتمرين ده يعني بيسموه هابي بيبي بوز. ده تمرين للطفل كده لما بيبقى نايم على ظهره وعمال بيضحك وبيهزر بيبقى سعيد جدا وخارج من فتره التوتر والقلق. هنشوف التمرين مع بعض. هنكني رجلينا بالشكل ده، نشوف الاطفال بيقعدوا يلعبوا بنفس الشكل كده. التمرين ده هيساعدنا نعمل اطاله قويه جدا لعضلات اسفل الظهر. وبعد التمارين اللي بنعملها تمارين القوه، كل عضلات اسفل الظهر ومنطقه خلف الفرد، الحاجات دي كلها هيحصل لها اطالات من التمرين ده. التمرين ده ممكن يكون صعب على ناس كتيره جدا. نبتدي نريح، ممكن نعمل نجزأ التمرين بشكل مختلف. هنريح رجلينا تحت، هناخد رجلينا اليمين علينا، هنشد ونثبت، هنشتغل في حدود قدراتنا وفي حدود الالم بالشكل ده. نفس الشكل الثاني من 7 ل 10 ثواني. نقدر كمان نشد رجلينا الاثنين مع بعض بالشكل ده ونشد اقصى وضع على منطقه الصدر عشان نعمل اطاله للسبين العمود الفقري بشكل عام ولمنطقه الاسفل الظهر بشكل عام. ده كان اول تمرين معانا. تاني تمرين النهارده معانا في عضله اسمها كوادراتس لامبورا. من العضله دي مهمه جدا وموجوده برده في منطقه اسفل الظهر. العضله دي من ضمن اسباب الام اسفل الظهر لما بيحصل لها عمليه تقلص. الناس اللي بتقعد على مكاتب فتره طويله بتشتغل فتره طويله، مهم جدا تعمل تمرين الاطاله ده مستمر طوال الايام عشان يساعدها ان العضله دي تفك. العضله دي من اسباب الام اسفل الظهر. نبص على تمريننا معانا دلوقتي بالشكل ده. العضله دي موجوده في الجنب هنا بالشكل ده لحد تحت، تمام. التمرين ده طبعا نقدر نعمله لحد ما نوصل للرجلين تحت، ولكن احنا بنعمله على حسب قدره الشخص، على حسب الاطاله بتاعه العضلات، على حسب درجه الالم. ما ينفعش ان احنا نعنف في التمارين، بنبتدي من السهل الى الصعب. نفس الكلام من الناحيه الثانيه، نثبت من 7 ل 10 ثواني نفس الشكل اهو. ايدينا فوق راسنا بالشكل ده وظهرنا مفرود عشان نعمل شد واطاله للعضله اللي موجوده في كوادراتس لامبورا. تاني التمرين معانا النهارده تمرين خاص بتقويه عضلات اسفل الظهر وعضلات منطقه خلف الفخذ. التمرين ده مهم جدا برضو، مهم جدا ان احنا نقوي العضلات اللي حوالين العمود الفقري عشان تقلل الضغط على الفقرات وتساعد الشخص ان هو يقف ويتحرك بشكل افضل، ولكن في محاذير معينه، في ثوابت احنا اتفقنا عليها ان احنا بنشتغل حسب توجيهات الطبيب وتوجيهات اخصائي التاهيل. هنبتدي نعمل التمرين ده. هنرفع ايدينا اليمين لقدام، هنرفع ايدينا اليمين لقدام، هنتني ايدينا شويه، هنرفعها مع الرجل الشمال ونثبت. هنثبت من 7 ل 10 ثواني. التمرين ده في المرحله الاولى. نقدر نطور التمرين ونعمل تمرين متقدم شويه، نعمل حركه بالشكل ده. نبدا نعمل حركه زي ما احنا شايفين، من 10 ل 15 تكرار، اربع مجموعات لست مجموعات. نفس الكلام نقدر نعمل الايد العكسيه، نفس الكلام ثبات وحركه. عايزين نطور التمرين بشكل اكبر ونبدا نعمل توافق عضل عصبي ونعمل ضغط اكتر على العضلات وبالتالي فايده اكتر. نبدا نطلع ايدينا الاثنين قدام وهنبدا نرفع ايدينا اليمين مع رجلينا الشمال وننزل، وبعدين ايدينا الشمال مع رجلينا اليمين وننزل، والعكس تدريجيا ورا بعضه، يمين مع شمال وشمال مع يمين. ده بتتحسب عده واحده، ونعمل من 10 ل 15 تكرار من 4 ل 6 مجموعات. وده كان التمرين الثالث بالنسبه لنا. شوفنا معاكم النهارده تمارين الجزء الثاني المناسبه لالام اسفل الظهر. اشوفكم الحلقه اللي جايه والجزء الثالث لالام اسفل الظهر. يا رب تكون في دماغكم. نركز مره ثانيه، هنعمل التمارين في حدود الالم بعد مراجعه الطبيب واخصائي التاهيل.